مضاعفات والقواسم وقابلية القسمة مضاعفات عدد صحيح طبيعي مضاعفات العدد ستة هي ستة مضروبة في صفر ستة مضروبة في واحد ستة مضروبة في اثنان وستة مضروبة في ثلاثة وهكذا إلى آخرها يعني صفر ستة اثنى عشر ثمانية عشر أربعة وعشرون وتلاتون وست وثلاثون واثنى وأربعون إلى آخره مجموع أو فرق مضاعفي عدد صحيح طبيعي هو مضاعف لنفس العدد ثمانية وستة عشر مضاعفان للعدد أربعة والمجموع ستة عشر زائد ثمانية أي أربع وعشرون مضاعف للعدد أربعة والفرق ستة عشر ناقص ثمانية أي ثمانية مضاعف للعدد أربعة كذلك قواسم عدد صحيح طبيعي قواسم العدد أربعة وعشرون هي واحد اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر أربعة وعشرون لأن ستة مضروبة في أربعة تساوي أربعة وعشرون وثمانية مضروبة في ثلاثة تساوي أربع وعشرون واثنا عشر مضروبة في اثنان تساوي أربع وعشرون وأربع وعشرون مضروبة في واحد تساوي أربع وعشرون واحد هو قاسم لجميع الأعداد الصحيحة الطبيعية غير المنعدمة. كل عدد طبيعي غير منعدم هو قاسم لنفسه. قاسم عددين صحيحين طبيعيين يقسم مجموعهما وفرقهما. قابلية القسمة على اثنان ثلاثة خمسة تسعة الأعداد التي تقبل القسمة على اثنان هي الأعداد الزوجية التي رقم آحادها صفر أو اثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية الأعداد التي تقبل القسمة على خمسة هي الأعداد التي رقم أحدها صفر أو خمسة الأعداد التي تقبل القسمة على ثلاثة أو تسعة هي التي يكون مجموع أرقامها قابلاً للقسمة على ثلاثة أو تسعة. كل عدد يقبل القسمة على تسعة، يقبل القسمة على ثلاثة. والعكس ليس دائماً صحيحاً، المضاعفات المشتركة... لعددين صحيحين طبيعيين فأكثر، للحصول على مضاعفات عدد صحيح طبيعي، أضرب العدد المقترح في الأعداد الطبيعية، مثال: مضاعفات سبعة هي صفر، سبعة، أربعة عشر، واحد وعشرون، ثمان وعشرون، خمس وتلاتون، اتنان وأربعون، تسع وأربعون. وللتحصل على هذه الأعداد، نضرب سبعة في صفر، سبعة في واحد، سبعة في اثنان سبعة في ثلاثة سبعة في أربعة سبعة في خمسة سبعة في ستة وسبعة في سبعة للحصول على المضاعفات المشتركة لعددين صحيحين طبيعيين نبحث عن مضاعفات كل عدد مثال سبعه صفر سبعه اربعه عشر واحد وعشرون ثمان وعشرون خمس وتلاتون اثنان واربعون تسع واربعون ست وخمسون ومثال آخر تلاتة صفر تلاتة ستة تسعة اثنا عشر خمسة عشر ثمانية عشر واحد وعشرون أربعة وعشرون وسبع وعشرون نعين المضاعف المشترك الأصغر المخالف للصفر من بين المضاعفات المتحصل عليها مضاعفات سبعة صفر سبعة أربعة عشر وواحد وعشرون تمان وعشرون خمس وثلاثون اثنان وأربعون تسع وأربعون وست وخمسون ومضاعفات رقم ثلاثة صفر ثلاثة ستة تسعة اثنى عشر خمسة عشر ثمانية عشر واحد وعشرون أربع وعشرون وسبع وعشرون نبحث عن مضاعفات العدد واحد وعشرون وهي المضاعفات المشتركة لسبعة وثلاثة تمارين تطبيقية حدد قابلية القسمة للأعداد على اثنان العدد الأول ألف وخمسمائة واثنان وأربعون يقبل القسمة على اثنان والخارج هو سبعمائة وواحد وسبعون العدد الثاني ثمانمئة وثلاثون يقبل القسمة على اثنان والجواب أربعمائة وخمسة عشر العدد ألفين وثلاثون لا يقبل القسمة على اثنان ثانيا حدد قابلية القسمة للأعداد على ثلاثة العدد ألف واثنان وأربعون يقبل القسمة على ثلاثة والخارج يكون خمسمائة وأربعة عشر العدد ثمانمائة وثلاثون لا يقبل القسمة على ثلاثة العدد ألفين وخمسمائة وخمس وثلاثون يقبل القسمة على ثلاثة والخارج يكون ثمانمائة وخمس وأربعون ثالثا حدد قابلية القسمة للأعداد على أربعة العدد ألف وأربعون لا يقبل القسمة على أربعة. العدد 830 لا يقبل القسمة على أربعة. العدد 2535 لا يقبل القسمة على أربعة. السؤال الرابع حدد قابلية القسمة للأعداد على خمسة العدد ألف وخمسمائة واثنان وأربعون لا يقبل القسمة على خمسة العدد ثمانمائة وثلاثون يقبل القسمة على خمسة والخارج مئة وست وستون العدد ألفان وخمسمائة وخمس وثلاثون يقبل القسمة على خمسة والخارج خمسمائة وسبعة إنجاز بعض التمارين أولاً اشترى أب بمناسبة عيد الأضحى خروفا ثمنه يمثل أصغر مضاعف مشترك للعددين ثلاثة وأربعة وأكبر من ثلاثمائة وثمانون السؤال ما هو ثمن شراء الخروف؟ الحل مضاعفات العددين ثلاثة وأربعة مضاعفة العدد ثلاثة صفر ثلاثة ستة تسعة اثنى عشر خمسة عشر ثمانية عشر واحد وعشرون أربع وعشرون وسبع وعشرون مضاعفات العدد رقم أربعة صفر أربعة ثمانية اثنى عشر ستة عشر عشرون أربع وعشرون ثمان وعشرون اثنان وثلاثون وست وثلاثون إذن ثمان الخروف نقوم بعمل نضيف اثنا عشر على مئة وتمانون ونقسمها على اثنا عشر ليساوي لنا اثنان وتلاتون ويبقى ثمانية ثم نضرب اثنان وتلاتون في اثنا عشر ليساوي تلاتمئه واربعون وثمانون درهما المسألة الثانية شارك في رحلة مجموعة من التلاميذ عددهم يمثل أكبر مضاعف مشترك للعددين أربعة وسبعة وأصغر من مئة وخمسة عشر السؤال ما هو عدد التلاميذ الحل مضاعفات العددين سبعه واربعه مضاعفات العدد سبعه صفر سبعه اربعه عشر واحد وعشرون ثمان وعشرون خمس وتلاتون اثنان واربعون تسع واربعون وست وخمسون. مضاعفات العدد رقم أربعة: صفر، أربعة، ثمانية، اثنا عشر، ستة عشر، عشرون، أربعة وعشرون، ثمان وعشرون، اثنان وثلاثون، وست وثلاثون. عدد التلاميذ نقوم بقسمة مئة وخمسة عشر على ثمان وعشرون لتساوي أربعة ويبقى ثلاثة ثم نضرب أربعة في ثمان وعشرون لتساوي مئة 12 تلميذا المسألة الثالثة عدد التلاميذ بمدرسة ابتدائية هو عدد محصور بين تسعمائة وعشرون وتسعمائة وتلاتون وهو مضاعف للأعداد ثلاثة وأربعة وسبعة ما هو عدد التلاميذ بالمدرسة؟ الحل مضاعفات الأعداد ثلاثة وأربعة وسبعة مضاعفات العدد رقم ثلاثة صفر ستة تسعة اثنا عشر خمسة عشر ثمانية عشر واحد وعشرون أربعة وعشرون سبع وعشرون ثلاثون ثلاث و ثلاثون ست و ثلاثون تسع و ثلاثون اثنان و أربعون خمس و أربعون وأربعون و أربعون واحد وخمسون أربع وخمسون سبع وخمسون ستون ثلاثة وستون ست و ستون تسع و ستون اثنان وسبعون خمس وسبعون ثمان وسبعون واحد وثمانون أربع وثمانون سبع وثمانون تسعون وتلاتة وتسعون مضاعفات العدد أربعة صفر أربعة ثمانية اثنا عشر ستة عشر، عشرون، أربع وعشرون، ثمان وعشرون، اثنان وثلاثون، ست وثلاثون، أربعون، أربع وأربعون، ثمان وأربعون، اثنان وخمسون، ست وخمسون، ستون، أربع وستون، ثمان وستون، اثنان وسبعون، ست وسبعون ثمانون أربع وثمانون ثمان وثمانون واثنان وتسعون مضاعفات العدد سبعة صفر سبعة أربعة عشر واحد وعشرون تمان وعشرون خمس وثلاثون اثنان وأربعون تسع وأربعون ست وخمسون تلات وستون سبعون سبع وسبعون أربع وثمانون واحد وتسعون ثمان وتسعون ومئة وخمسة إذن المضاعف المشترك بين الأعداد الثلاثة هو أربع وثمانون عدد التلاميذ بالمدرسة نقوم بقسمة تسعمائة وثلاثون على أربع وثمانون الخارج هو إحدى عشر ويبقى ستة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله